وفي هذه الحلقة نتعرف على أحدث تقنيات صناعة الإسمنت. ما تشاهدونه في الخلف هو أحدث ما تعمل مايكروسوفت ريسيرش على إنجازه. وأنا في كينغز كوليدج للقاء تلميذ أطلق مشروعاً على الإنترنت يتوقع منه أن يجني الملايين. مرحبا بكم في مركز الإسمنت في وحدة مواد البناء في المركز الدنماركي للتقنيات والأبحاث. اليوم نحن هنا للتعرف على تقنية جديدة تستخدم في صناعة الإسمنت، فأهلا وسهلا بكم في هذا التقرير. توماس، شكرا جزيلا على استضافتنا في هذا المركز. أود أن أسألك في البداية، ما الذي يحدث هنا في مركز الإسمنت في كوبنهاجن؟ ما نقوم به هنا هو البحث العلمي المتعلق بالأسمنت لخلق إمكانيات جديدة لاستخدام الأسمنت بطرق أكثر إبداعاً وجاذبية. على سبيل المثال، ننظر إلى الطريقة التي يمكن أن يستخدم فيها الأسمنت في البناء كمادة متدفقة يمكن تشكيلها بأشكال غير تقليدية، وبالتالي نخلق تقنيات جديدة تمكننا من تحسين المعمار. لكن ما الذي جعلكم ترغبون في تطوير أو تغيير الطريقة التي يستخدم بها الإسمنت؟ لطالما كان الأسمنت خلال العقود الماضية هو تلك المادة المملة ذات الشكل التقليدي، لا سيما في الستينيات والسبعينيات، ولذلك فنحن نعمل على خلق تفكير جديد، والأهم من ذلك تقنيات جديدة تسمح بتطبيق هذه الإمكانيات. توماس، أرنا بالتفصيل بعض الشيء، كيف يعني يحدث العمل هنا في هذا المركز؟ ما تراه هنا حازم هو قسم الروبوت، ونحن نستخدمه من أجل إعداد وخلق القوالب التي تستخدم لخلق الأشكال المختلفة من الأسمنت. عادة ما يستخدم الخشب أو الحديد كقوالب للأسمنت، إلا أن أي منهما لا يتمتع بالمرونة ولا بالسهولة في الاستخدام، ولذا فنحن نستخدم مادة البولسترين المضغوط لخلق القوالب، وهي مادة خفيفة وسهلة الاستخدام وتساعد على خلق أشكال أكثر إبداعا من الخشب والحديد. إذن طورتم هذا الروبوت العملاق بعض الشيء من أجل خلق قوالب جديدة لصناعة الإسمنت، أليس كذلك؟ بالفعل، طورنا هذا الروبوت خصيصا كجزء من البحث الذي قمنا به في مجال الإسمنت في هذا المركز، ودعني أريك بعض إنتاجنا. هنا يمكنك أن ترى مثالاً مهماً لما نقوم بإنتاجه. هذا مثال لعمل الروبوت الذي رأيته قبل قليل، وبعد ذلك نقوم بتغطيته بمادة تسمح بحرية أكبر عند فصل الأسمنت، وتعطيه ملمساً أنعم أشبه بملمس الزجاج. إنها ناعمة جداً. كما يمكنك أن تعيد استخدام القالب بفضل هذه المادة المطورة خصيصا، وبهذا نرى إمكانيات جديدة بالكامل، وهذا شيء ربما كان يمكننا فعله يدويا من قبل، ولكن لم يقم أحد بالاستثمار والبحث لعدة سنوات في مجال الأسمنت والمواد المستخدمة لخلق نتائج كهذه، وهذا ما نتميز به في الدنمارك. أرى هنا قطعة من الإسمنت شكلت على شكل ورود. أعتقد إذن أن المسألة تعود لمخيلة الشخص ليخلق أي صورة ممكنة، إذن الاحتمالات أو الخيارات كلها موجودة، أليس كذلك؟ الأمر متروك تماما لإبداع المهندس أو المصمم المعماري، لأن التقنيات التي طورناها تجعل كل شيء ممكنا تقريبا. توماس، يبدو هذا مثيرا للاهتمام، هل هناك أي تطبيقات أخرى موجودة تريد أن تريني إياها؟ بالطبع، دعني أريك بعض النتائج التي حصلنا عليها.
So some of the things I want to show again here is some new possibilities. هذه النتائج تمثل بعدا جديدا في تشكيل الأسمنت، وما أريدك أن تفعله هو أن تتخيل معي هذه الأشكال كجزء من قطعة أكبر من الأسمنت تشكلان معا قطعة كبيرة واحدة. أثناء التصوير وجدنا هذا الأمر المثير للاهتمام. انظر إلى البوليسترين المضغوط الذي يستخدم هنا في صنع قوالب للإسمنت، يبدو أنه أقوى بقليل من الخشب. الخشب هنا تكسر بفضل هذا المقعد ثقيل جدا الذي يبلغ وزنه 800 كيلوغرام، بينما البوليسترين لا يزال يحافظ على صلابته تحت هذا الضغط الهائل. استضافت مدينة دبي كأس مايكروسوفت للتخيل، وهي من أرقى المسابقات للإبداع التكنولوجي حول العالم التي تشجع الطلاب على الابتكار. خلال الأسابيع الأربعة المقبلة سوف نتعرف على مجموعة من الطلاب الذين شاركوا في المسابقة ووصلوا إلى النهائيات لنشاهد ابتكاراتهم. شوف فرانك وروناك ديف فازا بالجائزة الأولى حول مشروع يسمى روتالايزر، وهو يناقش موضوع تدوير النفايات والوقود الحيوي، فلنشاهد معا. مرحبا، اسمي روناك ديف وهذا شون فرانك. لقد قمنا بتطوير تطبيق للمساعدة على الاستفادة من مخلفات المطابخ ومقصورات المراكب لإنتاج الوقود الحيوي، ونحن نقوم بابتكار تطبيق يساعدنا على جمع التبرعات بهدف تسويق الوقود الحيوي. مبدئيا يجب أن يقوم مستخدم التطبيق بالتسجيل في وحدة الاستخدام ويحدد ما إذا كان سيقوم بالتبرع المالي أو بإرسال التقارير. بالنسبة للتبرعات فهي تتم عن طريق منظمات معينة على الإنترنت، بينما يتم إرسال التقارير من قبل أفراد يستخدمون هواتفهم النقالة. يتم تحديد المواقع من خلال برنامج نظام الملاحة في جهاز GPS وتطبيق الهواتف النقالة، ثم ترسل الصورة إلى خريطة البينج على المخدم الأساسي. لدينا ما يخبرنا عن أفضل الطرق للوصول إلى هذه المواقع عبر إرسال تنبيه. إذا يمكن للمستخدمين إدخال معلوماتهم الشخصية الهامة ويتم تحديد مواقعهم، ثم يمكنهم المساهمة عن طريق إعادة الاستخدام أو إرسال تقرير. إرسال التقرير مخصص للمواقع الغنية بالوقود الحيوي. إذن تضغط على خريطة بينج بعد أن تحدد مكانك وتقوم بالتقاط صورة لما حولك، وعندما تضغط على تقرير يخبرك البرنامج عن أقرب موقع وقود حيوي إليك وأفضل الطرق للوصول إلى هناك. أما بضغطك على إعادة الاستخدام فيمكنك تحديد أهم المواد التي ترغب في التبرع بها وكميتها ومتى تريد تسليمها، وتذهب المعلومات بدورها إلى المخدم الرئيسي، ثم نخبرك بموعد التقاط هذه المواد من خلال الرزنامة الموجودة على الجهاز. وأخيراً لدينا بعض الجوائز التي نعطيها لمستخدمي هذا البرنامج. لازدياد عدد الجوائز يمكن أن تزداد فرصة ربح النقود، ويمكنك أن تجدها على ملف الجوائز الشخصي. كما يوجد لدينا لوحة العرض متعددة الوظائف، وتجد فيها الإحصاءات والمساهمات وكذلك المقارنة مع الأصدقاء، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بملفك الشخصي. كما يمكنك الحصول على خدمة الأخبار الواردة ومشاركتها على موقع الفيسبوك وتويتر. And finally, you get some live feeds, and you can even share it with social networking sites like Facebook and Twitter. أتمنى التوفيق لشوف ورونك والفوز بالجائزة الكبرى ضمن المسابقة التي ستقام في مدينة سيدني الأسترالية في شهر يوليو المقبل. في الأسبوع المقبل سوف نشاهد فريقاً آخر عمل على تطوير تطبيق أو أبليكيشن طبي. تويتر تواجه أمراً قضائياً يطالبها بكشف مراسلات أحد مستخدميها، وكانت إحدى محاكم نيويورك قد طالبت موقع التواصل الاجتماعي بالكشف عن تغريدات أحد الناشطين في احتجاجات حركة احتلوا وول ستريت العام الماضي. تويتر قالت إن شروط استخدام الموقع تنص على أن كل مستخدم هو المالك لتدويناته. بدأت هذا الأسبوع في ألمانيا محاكمة شخص يشتبه بأنه رئيس موقع كينو دوت تو المخصص لتقديم خدمات فيديو حسب الطلب. الادعاء وجه اتهاماً للرجل الذي يعرف فقط باسم ديرك بي بانتهاكه لقوانين الملكية الفكرية. وقد تم إغلاق الموقع الذي كان يستقبل آلاف الزوار يومياً خاصة من ألمانيا والنمسا وسويسرا.
بعد صفقة شراء شركة إنستغرام، فيسبوك تبرم ثاني أكبر صفقة استحواذ لها في مجال تطبيقات الهواتف المحمولة هذا العام. وقد أعلن عن الصفقة الفريق الذي أطلق تطبيق جلانسي، وهو تطبيق ينبه المستخدم إن كانت معارفه على مقربة منه. وافقت ولاية نيفادا الأمريكية على تطبيق تجربة جوجل لسيارات دون سائق على شوارعها العامة، ويعد هذا هو الترخيص الأول من نوعه في الولايات المتحدة وفق لوائح وقوانين جديدة. وستكون سيارة تويوتا بريوس المعدلة من قبل جوجل أول سيارة بدون سائق تطوي الشوارع الأمريكية. في هذا المكان هنا في مدينة كامبريدج البريطانية يعيش مئات من الباحثين في المستقبل. إنهم يطورون، يبحثون ويكتشفون ما سنعيشه نحن في الأيام المقبلة. اليوم بالنسبة لنا هو الماضي بالنسبة لهم، والمستقبل بالنسبة لنا هو ما يعيشونه هم الآن. أهلا بكم في مايكروسوفت ريسيرش. جميعنا يعرف التطور الذي أحدثته الكنكت في عالم الألعاب ومدى تفاعل الإنسان مع الكمبيوتر. في هذه الحلقة سوف نتعرف على جديد ذلك هنا في مايكروسوفت ريسيرش بكامبريدج. هلا أوتمر. هاي أوتمر، ماذا سنرى الآن وماذا يوجد هناك على الشاشة؟ هذا هو نظام جديد من ابتكار مايكروسوفت. بدلا من استخدام الكنكت لأغراض اللعب والتسلية، هذه الكاميرا ثلاثية الأبعاد تستخدم تقنية الكنكت فيوجن لتصوير ما حولها بطريقة متطورة للغاية. الشاشة هنا تظهر ما تصوره الكاميرا لكن بالأبعاد الحقيقية. اللون الرمادي الداكن هو لون الهدف الأقرب إلى الكاميرا، واللون الفاتح هو الأكثر بعدا. Than objects that are further away. Okay. أوتمر، كيف تختلف الكنكت فيوجن عن الكنكت العادية التي نعرفها في مجال الألعاب؟ عادة من خلال الكنكت نرى جهة واحدة للهدف الذي نصوره، لكننا الآن نسعى إلى التقاط مشهد بانورامي بزاوية رؤية 360 درجة لخلق صورة متجانسة عبر لصق الصور مع بعضها البعض لتكوين مشهد عام. إذن هل يمكن أن نرى النتيجة التي نحصل عليها عبر كونكت فيوجن باستخدام هذه الكاميرا؟ حسنا، بدلا من إبقاء الكاميرا الثابتة في مكانها هنا، سألتقط عدة مشاهد للطاولة أمامنا. علينا أن نفهم أمرا هاما، وهو المسافة بين الكاميرا والطاولة والأغراض الموجودة عليها. عندما تحلل الكاميرا تلك المسافة، تصور كل زاوية أو مشهد بشكل ثلاثي الأبعاد، ثم تقوم بلصق تلك المشاهد مع بعضها البعض بزاوية رؤية 360 درجة. ذلك يشمل كل العناصر الموجودة على الطاولة. كما ترى على الشاشة، تظهر الطاولة وجميع الأشياء على سطحها بشكل ثلاثي الأبعاد، أي أننا نرى العمق والمسافة بين أعلى الطبق والكوب وسطح الطاولة ومن جميع الجهات. من يستفيد من هذه التقنية؟ لمن هي موجهة؟ يمكن استخدامها عبر عدة تطبيقات، مثلا مسح أو سكان أي شيء عبر كاميرا تعمل بتقنية كونكت فيوجن، ثم طباعة المشهد من خلال طابعة ثلاثية الأبعاد، أو استخدامها عبر تقنية الواقع المعزز أو ما يعرف بأوجمانتد رياليتي في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية. إذن لنرى الآن كيف يمكن استخدام الكونكت فيوجن في مجال الألعاب وتفاعل الإنسان مع الآلة، وهذا ما يخبرنا عنه ديفيد. هاي ناسي. هاي ديفيد، ماذا نرى هناك؟
ما سأريك إياه الآن يعتمد على تقنية الواقع المعزز. عادة ما يتم إضافة أجسام افتراضية على أجسام حقيقية، لكن الجديد في Connect Fusion هو إضافة هذه الأجسام الافتراضية إلى المكان الحقيقي الذي نتواجد فيه. أي يمكن أن نضيف أجساما افتراضية إلى هذه الغرفة أو هذه الطاولة. أقوم الآن بإجراء مسح ثلاثي الأبعاد لهذه الغرفة، وكما يظهر نرى مشهدا يجمع كلا من الأجسام الافتراضية والحقيقية. هذه الطابات الصفراء تتساقط على الطاولة أو الأرض مثلا أو أي شيء أمامها. ديفيد، هل يمكن أن نرى مثالا لذلك؟ كيف يمكن أنا أن أتفاعل مع هذه الشاشة؟ كما تشاهدون أقوم الآن بنزع بعض الطابات الافتراضية الموجودة علي، والمميز بهذا الجهاز بأن لم ينقلني إلى مكان افتراضي آخر، بل بقيت أنا في المكان الموجود فيه، لم تنقلني إلى عالم افتراضي آخر، وتم إضافة هذه الأمور الافتراضية علي، وهذا ما يميزه عن غيره من الكنكت أو عن سابقه من تقنية الكنكت. Thank you, David. مجموعة جديدة من الأسئلة نجيب عليها في فقرة تك جواب لهذا الأسبوع، ونبدأ بسؤال عبد من سوريا الذي يتساءل عن رسالة تظهر على شاشة الكمبيوتر لديه كلما شغل الجهاز وتقول هذه الرسالة Runtime Error. هناك العديد من الأسباب يا عبد التي يمكن أن تكون السبب وراء هذه الرسالة، ولكن نرجح أنها تكون نقص في الذاكرة أو خلل فيروس في البرنامج الذي تتحدث عنه. هناك العديد أيضا من الأشخاص الذين يتساءلون عن أحدث الإصدارات من شركة أبل، وبالتحديد عن الآيفون 5. كما تعلمون تحيط شركة أبل بالسرية المطلقة كل ما يتعلق بالإصدارات الجديدة، لسيما الآيفون 5، ولكن إذا تبعتم البرنامج سنعدكم بأننا سنقدم لكم كل المعلومات حين توفرها. مشاهد آخر يسأل: أريد موقع تتوفر فيه برامج لهواتف نوكيا الذكية. هذا يعتمد أيضا على أي البرامج تتحدث عنه، لأن شركة نوكيا لديها أكثر من نظام تشغيل مثل ويندوز فون مثلا. كلما كنتم أكثر تحديدا في طرح الأسئلة، كلما تمكننا نحن من إعطائكم إجابات دقيقة علمية وموثقة 100%. إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات نرحب بها دائما على بريد البرنامج الإلكتروني fortik@bbc.co.uk، وعلى صفحة البرنامج على موقع فيسبوك facebook.com/bbcfortik. كما لا تنسوا متابعتنا دائما لآخر الأخبار والمستجدات على موقع تويتر @bbc_fortik. إلى اللقاء. مبادر شاب على عتبة 20 وأطلق موقعا لتوظيف الطلاب. نحن هنا في كينغز كوليدج للقاء جاك تانغ مؤسس موقع studentjob.com. كيف بدأ هذا المشروع ومتى؟ بعد الإعلان عن انخفاض فرص العمل وعن رفع الأقساط الجامعية العام الماضي، برزت حاجة لمساعدة الطلاب على تمويل أنفسهم وعلمهم. كطلاب نعلم أفضل الطرق لإشراك الطلاب في سوق العمل، فأسسنا موقع studentjob.com لتسهيل عثور الطلاب على الوظائف، وهكذا ولدت الفكرة. حتى الآن وفرنا ما يقارب مجموعه 600 وظيفة في بريطانيا، وهي وظائف بنصف دوام، ومن المؤسسات التي تستخدم خدماتنا شركة أبل ومجلة The Economist وغيرها. كما نوفر وظائف لأحداث كبيرة مثل الألعاب الأولمبية وجوائز البريتس بريتس أوردز، ويعني نتدبر أمرنا بشكل جيد. أعرف الكثير من المبادرين الشباب الآخرين من عمري الذين يعملون في مجال التكنولوجيا، وقد تمكننا من تقديم منتجات قادرة على منافسة شركات عملاقة. ما هي التكنولوجيا المستخدمة في موقع؟ وهل هي معقدة؟
التكنولوجيا المستخدمة في الموقع بنيناها من لا شيء، فما من منصة خاصة يستند الموقع عليها. نستخدم نظام PHP الخاص بإعادة التوجيه إلى لغة المتصفح، اشتريناه بالحزمة الأساسية الخاصة ببناء الموقع وما إلى ذلك. أما النهاية الخلفية للموقع فاعتمدنا فيها أيضاً نظام PHP. أتعامل مع أشخاص من ذوي الخبرة في عالم التكنولوجيا، وقد شكلنا معاً فريقاً من أصحاب الاختصاص في مختلف المجالات. فريق العمل الحالي يضم 15 شخصاً، بدأناه أنا وصديق لي، وكلانا لنا خبرة تكنولوجية، وبنينا فريق عمل من حولنا. الخطة الأولية تستهدف السوق البريطانية على أمل أن نتوسع إلى الخارج، والهدف في النهاية بيع الموقع لشركة توظيف أخرى من المهتمين بما نفعله. لم نتلقى حتى الآن عروضاً للبيع، لكننا تلقينا عروض استثمار من شركات كبرى تعمل في السوق البريطانية. مجال الإنترنت أقل كلفة من أي عمل تقليدي، إذ يمكن للإنترنت أن يشكل طريقة فعالة لتطوير عمل تجاري، وهو فعال من حيث الكلفة. لدينا خطط للتوسع إلى السوق الأمريكية وكذلك الانتشار في أوروبا، أما الشرق الأوسط فسننتظر لنرى، ربما في مرحلة لاحقة. لطالما كانت لدي خطة لأن أصبح مليونيراً مع بلوغ 21، فما زال أمامي عام لذلك. من المواقع الجديرة بالاهتمام في هذه الحلقة موقع openarab.net، وهو عبارة عن مبادرة للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. يهدف هذا الموقع إلى الدفاع عن استخدام حر لشبكة الإنترنت بدون رقابة. يوفر الموقع معلومات ومواد تتعلق بالإنترنت وتدافع عن المستخدمين ومصممي المواقع والكتاب من خلال تنظيم حملات قانونية وإعلامية والإضاءة على محاولات الحد من هذه الحرية. أما موقع إفهم دارفور www.ifhamdarfur.net فهو بوابة معلوماتية تحاول وفقاً للقيمين عليها تقديم معلومات بطريقة مبسطة ودقيقة تتعلق بدارفور. كما يحاول الموقع ربط أهالي دارفور مع باقي المواطنين العرب عبر باب للشهادات وعرض للتجارب. نترككم الآن مع هذا المقطع من يوتيوب. Say hi, kitty, kitty. Jack, look behind you. That's like almost not cool.